أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح أمس أن الوزارة لا تدخر جهدا في التنسيق مع الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة كل التهديدات والتصدي لجميع التحديات. وقال الشيخ خالد الجراح بمناسبة يوم الشرطة العربي أنه في مثل هذا اليوم من كل عام تتلاقى إدارة قادة الشرطة والأمن العربي على توطيد مسيرة العمل الأمني المشترك، مؤكدا أنها مسيرة حافلة بالعطاء وزاخرة بالتعاون والتنسيق. استقبل معالي الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح اليوم أشبال وزهرات منطقة مبارك الكبير التعليمية بصحبة الموجهين والموجهات والمشرفين والمشرفات الذين اصطحبوا أبنائهم وبناتهم لتقديم التهنئة للقيادات الأمنية بمناسبة يوم الشرطة العربية. وعرب معالي الشيخ خالد الجراح الصباح لأبنائه أشبال وزهرات منطقة مبارك الكبير التعليمية عن مشاعر السعادة لهذه اللفتة الطيبة التي تأتي في وقت يحتاج فيه الوطن لتضافر وترابط جهود أبنائه للحفاظ على وحدة الوطن ومكتسبات المواطنين. كما استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري بمكتبه بمقر وزارة الداخلية بحضور مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش، وفودا من أشبال وزهرات مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية لتقديم التهنئة للفريق الدوسري ولرجال الأمن الكويتي في هذه المناسبة. وقد عبروا عن تقديرهم واعتزازهم وفخرهم برجال الشرطة الكويتية وما يسطرونه من بطولات مشرفة، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل تحقيق الأمن والأمان. وأشاد الفريق الدوسري بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة الكويتية لأداء مهامهم ومسؤولياتهم ضمانا لأمن الوطن والمواطنين. ومن جانبه عبر مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش على تقديره البالغ للمناطق التعليمية بوزارة التربية واللفتة الطيبة التي عبروا من خلالها عن اعتزازهم وفخرهم وتقديرهم لرجال الشرطة الكويتية.